ماذا لو تراجعت أسعار النفط لما قبل 3 أعوام؟ أهلا وسهلا بكم أعزائي المشاهدين في حلقة جديدة من برنامج فلوسنا. خلينا نشوف هذا التقرير على السريع ونرجع من جديد. ماذا لو انخفضت وتراجعت أسعار النفط كذلك التراجع الذي سجل قبيل 3 سنوات في عام 2021 الذي لامس فيه أسعار الخام $50؟ هو سؤال افتراضي باستخدام معطيات واقعية غير بعيدة عنا، خاصة عندما نتحدث عن تأثير هذا التراجع على الواقع الاقتصادي المحلي في ليبيا. هذا السؤال يحيلنا أيضا إلى تخيل موقف الحكومة التي تغرق اليوم في التزامات داخلية وانقسام وفساد وتوسع في الصرف. ماذا لو استتب الوضع العالمي الجيوسياسي والاقتصادي؟ فكيف ستواجه ليبيا رياح الانخفاض بفاتورة نفقات عالية؟ هل ستحافظ الدولة الليبية على استدامتها المالية والوفاء بالتزاماتها من مرتبات متضخمة وميزانيات غير موحدة ومنح وأجور وفاتورة دعم عالية؟ كل هذه الأسئلة تظل، مع أن الإجابة عليها مخيفة، توحي بعدم قدرة الحكومة وأدواتها المالية والاقتصادية والنقدية التي تعتمد على البترول والدولار وتواصل في تخزينه على حساب قوة دينار أصبح أسهل ما يمكن المضاربة به ودبدبة أسعاره في الأسواق. فكيف سيكون حالنا وحال دينارنا الليبي؟ وكيف يمكن قراءة هذا المشهد في حالة إذا ما وقع الانخفاض أو التراجع؟ خير الله إبراهيم لبرنامج فلوسنا. أهلا وسهلا بكم من جديد أعزائي المشاهدين، ورحب بكم ورحب بضيفي السيد منذر الشحومي مدير صناديق استثمارية. شكرا سيد منذر على جيانك هنا وعناء السفر واخدناك يوم كامل، أشكرك جزيل الشكر على قبولك دعوتي اليوم. مشكور على دعوتك ومشكور وشكرا على إتاحة الفرصة للحديث معك والحديث مع مشاهدينك إن شاء الله. أهلا وسهلا بك سيد منذر. خلينا نبدو في البداية، يعني بنجوه خطوة خطوة الجواب متاع السؤال، ماذا لو تراجعت أسعار النفط لمستويات قبل 3 أعوام؟ ربما هذا يأخذني لتعريف حاجة اسمها استدامة مالية، هل لي علاقة بعنوان الحلقة؟ شنو هي الاستدامة المالية سيد شحومي؟ طبعا نحن عندنا خلط بالمصطلحات عادة في ليبيا، وفي عدم تفريق بين الاستدامة المالية والملاءة المالية. من الناحية التقنية، الاستدامة المالية هي القدرة على الموازنة بين الاستحقاقات أو الالتزامات والدخل على المدى الطويل بدون معرفة جميع المتغيرات وبدون اللجوء للاقتراض المفرط. الملاءة المالية هي القدرة على تغطية المصاريف في المدى القصير والمدى المتوسط والمدى الطويل، لكنها مبنية على معطيات معينة وثابتة. فمن ناحية الملاءة المالية، حاليا عندنا ملاءة مالية بحكم أن الدخل يقابله الصرف يقابله دخل، لكن من ناحية الاستدامة المالية نحن غير قادرين على امتصاص أي صدمة، سواء كانت صدمة في إنتاج النفط، سواء كانت صدمة في أسعار النفط عالميا، إقفال النفط زي ما صار في وسط الألفية السابقة، وسط 2014-2015، وفي نفس الوقت غير قادرين على التعامل في زيادة الطلب في أي من المجالات، سواء كان مرتبات سواء كان تنمية وما إلى ذلك. طبعا حسب الدراسات، في دراسات كثيرة وعندنا تأخر في مشروع التنمية في ليبيا، لكن مشروع التنمية يحتاج ضخ أموال بحكم أن نحن في الوقت الحالي في طلب عالمي متزايد على الكوادر، على المواد الخام، على فأي مشروع كان يكلف رقم معين في 2009-2010 توقع أن بسبب التضخم وسبب الطلب الزايد حتكلفة المشروع حتكون أضعاف مضاعفة لما حتى تم. المواد الأولية المستخدمة، الخام، الإسمنت ونحن بشكل عام يعني لا يوجد تخطيط واضح لدراسة الصدمات اللي ممكن يمر بها الاقتصاد الليبي على المدى المتوسط والمدى الطويل، ودراسة متطلبات السوق الليبي من ناحية التنمية، خاصة في إطار المنظومة الحالية اللي هي العقود الإدارية بدل العقود الاستثمارية، عدم وجود استقرار
نوعي في من ناحية الأمنية وعدم القدرة على استقطاب الأموال الأجنبية. أنا أقول ذلك بس هذا لا يعني أن لا يوجد عندنا فرص. الكتلة المالية في ليبيا أو العرض النقود في حدود 115 مليار دينار حاليا، لو تجمع الأرقام، بس نأخذ الأرقام الرسمية اللي مديورة عن طريق 140 عندك مش أقل من 40% من العرض النقود موجود خارج المنظومة المصرفية. هذه الأموال تبحث على ملاذ ليتم استثمارها وضمان عدم تأكلها مع الوقت لانخفاض القوة الشرائية للدينار الليبي. فلذلك هذه أحد الأشياء اللي ممكن ندخل فيها بتمعن. بس لو نرجع لسؤالك من ناحية الاستدامة المالية، هي القدرة على المواكبة متطلبات المستقبل، هي القدرة على الإيفاء الدولة بديونها، خلينا نقول التزاماتها. لو خليناها بشكل بسيط، أنت إنسان عندك مرتب 1000 دينار، عندك التزام 1000 دينار كل شهر، لو تصرف الـ1000 دينار أنت عندك ملاءة مالية بس ما عندكش استدامة مالية، لأنك غير قادر على امتصاص صدمة أنك أنت تفقد عملك، أنك أنت تمرض وتفقد مرتبك، أنك يصير لك عطل في البيت، عطل في السيارة، عطل في شيء، أي شيء فوق المعروف حيسبب لك صدمة مالية أنت غير قادر على تغطيتها. الاستدامة هي أنك أنت تغطي تكاليفك وديونك وكذا، وفوقهم يكون عندك تحوط أو ربح أو مبلغ هذا زيادة عن رأس المال وعن حتى التضخم. هي القدرة على زيادة، أنت لو خدينا زيادة، هي قدرة على مواكبة الارتفاع في مصروفاتك مع الوقت. طيب. لو خدينا مثال العائلة، لو أنت عائلة صغيرة في العمر وكيف متزوجين، مصروفك قول مثلا 1000 دينار، لو جبت عيال عندك مصروف اليوم وعندك مصروفات المستقبلية، مصاريف الدراسة، مصاريف السفر، مصاريف العلاج وما إلى ذلك. أنت دخلك مفروض يكون مواكب للارتفاع في نفقاتك اللي هي ما عندكش فيها خيار، حتكون قادمة. فإلا عليك أنت يا إما الادخار والحصول على أرباح على ادخاراتك أن يغطي لك المصاريف الزايدة، أو تبحث على فرص أخرى اللي هي تزيد لك من الدخل متاعك عشان تواكب الالتزامات اللي حتصير معك. مش لأنك حتى بإطار العادي بدون فساد وبدون أي شيء عندك التزامات حيتم استمرارها وزيادتها مع الوقت، خصوصا في مجتمع زي ليبيا 10 ممكن 15 سنة فاتن كنا نقول أن احنا ليبيا 5 مليون، اليوم 7-8 مليون، في 10 سنوات ممكن نكون في حدود 15 مليون. فلذلك علينا دراسة هذه الأشياء والتجهيز للمتطلبات المجتمع في حالة أن ارتفع عدد السكان بالشكل هذا وبقاء الدخل على ما هو عليه. أنا ترجمت كلامك أن الاستدامة المالية للدولة أن يكون عندنا مبلغ اللي بنصرفوه، عارفين أن احنا بنصرفوه، زايد مبلغ تحوطي هذا مدايريننا من أرباح ولا وتفرشين شكله، لكن هو التزام ان تقدر الدوله على مدى قصير وطويل ان هي توفي بالتزاماتها كامله مع نسبه التضخم معها. هل عندنا وين، خلينا نكون محدد في سؤالي، اذا ما وصل سعر برميل النفط ل$50 هل يعتبر هذا رقم معجزة ولا غريب ولا رقم عادي قبل كل شيء؟ يعتبر رقم عادي. أنا أتفكر أنا وياك حكينا في 2014 في موضوع لما كنت ما أعتقد بنتي دخلت علي في واحد من الاجتماعات، مظبوط صحيح، وكنا نتكلم على سعر النفط لأن سعر النفط انهار وقتها، وكانت السعر اللي وصل له أغلب الناس تقول لا لن يصل لهذا السعر. طبعا لو وصل لسعر $50 وممكن يصل لسعر $50 هذا صار في 2021 مش في 2014. في 2021 انهيار كامل بسبب صدمة، مش وضع عادي، ونزل أكثر من نزل أظن يعني في بعض المراحل وصل للـ WTI وصل للـ $20 WTI اللي هو الويست تكساس. رخيص يعتبر. فالسوق ديما سوق النفط مبني على عدة عوامل احنا غير قادرين على السيطرة عليها، جزء منها التحول البيئي اللي صاير والتحول للطاقة النظيفة. في بعض الدراسات تقول أن سيتم إيقاف الاستخدام للمحروقات في غضون 20-30 سنة، وفي من يقول لا، عدم الصرف على المحروقات سيؤدي لارتفاع سعرها مما يؤدي زيادة الطلب عليها. لا ما بيش نمشي لهذا الوقت 20-30 سنة، يعني خلينا ندوي على هل في إمكانية أن ينزل سعر برميل النفط عالميا ل$50؟ بكل تأكيد. شنو أهم الأسباب اللي ممكن تساعد على هذا؟ تؤدي ليه مش ساعد عليه. عندك حاليا السوق
سعر الفائدة في أمريكا في حدود 5.5%. أحد مخاوف السوق هل حيكون فيه صدمة أو حيكون فيه انتقال سلس للاقتصاد. الأهداف السياسات النقدية من رفع سعر الفائدة هو تقليل الطلب على العملة وزيادة الادخار فيقلل من الحركة في الاقتصاد بالكلي. وضمن من المؤشرات اللي ينظر لها مثلا الفيدرالي والبنوك المركزية هي البطالة في السوق. طبعا الاقتصاد الأمريكي لحد الآن اللي هو يعتبر قائد للاقتصادات العالمية بحكم أننا احنا كنا منظومة اقتصادية عالمية مربوطة ببعضها. لا يزال الطلب مستمر على العمالة، لا يزال الطلب مستمر على رأس المال، ولا يزال أداء الشركات قوي مقارنة بأوروبا ومقارنة بآسيا. بس في حالة طبعا السياسات النقدية يقولوا لها باكورد، يعني سياسات ترى للخلف لا ترى للمستقبل. لو صارت أن الصدمة حتجي فجأة حيؤدي لانخفاض الطلب العالمي على المحروقات مما يؤدي لانخفاض سعر زايد حرب أوكرانيا مع روسيا، زايد الحروب ترفع من سعر وفي احتمالية عندنا فلسطين وإسرائيل، هذا موضوع ثاني، ولكن أوكرانيا ممكن يكون في تلميحاتنا لو كان تولى ترامب الرئاسة ممكن يصير في حلحل الموضوع أو وقف على الأقل الحرب أو حاجة زي هيك. المخاطر الجيوسياسية تؤدي لمخاوف من وقف ضخ المصادر من مصادر الطاقة اللي هي في المنطقة، فلذلك المخاطر متاعها هو ارتفاع السعر، لكن الطلب الحالي هو ما يدفع بالسعر حاليا. طبعا أنت مرات تشوف الصدمة أن السعر يرتفع فجأة أو ينزل مرة أخرى لأخبار وما إلى ذلك. فلذلك الحلحلة مشكلة أوكرانيا حتؤدي لممكن استمرارية الأسعار على ما هي عليه، بس هذا لا يعني أنها حتنخفض، ما لهاش قائد فيها. وبالذات أن أوكرانيا ليست دولة مصدرة، نحكو على روسيا، روسيا كدولة مصدرة ما زالت تبيع في منتجاتها يعني تعتبر أنت عندك عرض وطلب في سوق العالمي في منظومة شفافة. طيب بدون ما نخش في التفاصيل، يعتبر معجزة صعب وصول سعر برميل النفط ل 50 دولار؟ لا لا لا، كل ما يحتاجه هو هل نقدر بعض الأشياء أنها تصير ويرجع هذا؟ مظبوط. هنا سؤال ممكن الأهم في الحلقة، لو وصل سعر برميل النفط ل 50 دولار، شنو السيناريو اللي مقبل عليه الدولة الليبية؟ هذا حيأثر على ملاءتنا المالية وحيأثر على قدرة الحكومة على تغطية مصاريفها الأساسية اللي هي المرتبات. ماذا بيكون بسيط في لأن الناس لو انخفض، أنت عندك ليبيا دورة بسيطة، الحكومة تنتج في بضاعة، البضاعة هذه الحكومة تبيع فيها لدول خارجية وتأخذ فيها دولار مقابل البضاعة هذه، الدولار هذا يدخل في مصرف ليبيا الخارجي، المصرف الليبي الخارجي يحول قيمة الدولار هذا لمصرف ليبيا المركزي، والحكومة تقدم طلب للمركزي بدفع المصاريف ودفع المرتبات، فالمصرف المركزي يشتري دولار ويبيع دينار لو الحكومة ما عندهاش دولار يغطي التزاماتها المالية حاليا، وما عندهاش طبعا مصادر الدخل المحلية، جمارك والضرائب وما إلى ذلك ما تغطيش مبالغ كبيرة، ومشاكل كبيرة زي القابضة، ما القابضة أموالهم لا تصل للخزينة العامة، فهذا حيأثر على قدرة الحكومة بتغطية مصاريفها الأساسية، لأن المركزي ليس ملزم بتغطية مصاريف الحكومة. فلذلك المصرف المركزي يا إما حتقوم الحكومة بالاقتراض من المركزي، مما يؤدي أن المركزي تو يخلق في أموال من عدم، فحيأثر على القوة، حيسبب تضخم، حيسبب انخفاض الدينار الليبي، المركزي حيكون ملزم بتخفيض قيمة الدينار مرة أخرى لأنه ما عندهش خيار آخر. المركزي ليس مسؤولا عن السياسات المالية والسياسات التجارية، هو مسؤول على الاستقرار النقدي واستقرار المنظومة النقدية في ليبيا. طيب باش نكونوا اكثر واصلين في 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 المشكله، شنو الاولويات عند الحكومه حتكون؟ يعني في ابواب عندنا، باب الاول مرتبات، باب ثاني تسييريه، باب ثالث دعم، باب رابع، وين من الابواب اللي ممكن تنمس على حساب اما ابواب؟ يعني مرتبات ما اعتقدش حد بيقول بنسكر مرتبات. ما احنا مشكلتنا مرات في ليبيا ان احنا مستعجلين، نبي كل شيء يصير بدري في الساعة ونبوه يصير نتيجة ان احنا حطينا أولوية توا، يعني هو كان ملف راقدين عليه لمدة سنوات ونجو فجأة نبو نديروا فيه حركة. الشيء الأساس، شيئين أساسيين في ليبيا ضروري يتم منهن، الحوكمة والقطاع الخاص. الحوكمة تؤدي لإرشاد في الانفاق العام والتخطيط وما إلى ذلك وتقليل الإهدار. أما
تحفيز القطاع الخاص سيؤدي إلى ارتفاع إنتاجية القطاع الخاص، مما يؤدي إلى نقل القوى العاملة من ميزانية الدولة لميزانية الشركات حاليا، ويقلل من العبء الوظيفي والعبء المالي على الحكومة الليبية. نحن غير معقول يعني أن الدولة فيها 80% من الكادر العام، والدولة مفروض مرتباتها تعتبر أقل مرتبات مقابلة بالقطاعات الخاصة، لأن عندها مزايا أخرى منها الاستقرار. طيب. وما إلى ذلك. هذا حنجيها، لكن ما زال بنرجع، أنت عندك 4 أبواب للميزانية، يعني هل مش معقول أن لو كان بينزل سعر برميل النفط حيمس مرتبات الناس؟ هذا ما اللي يأكلوا منه ويشوا. هذه غير 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 لينة. غير لينة. به لوين بيمشوا؟ لوين بيلجؤوا؟ التسييرية، الدعم. التسييرية أسهل شيء، الدعم ملف شائك وعليه دراسة. أسهل شيء تقدر تغطيه التسييرية، حتى لو أن قرر المسؤول أن بيغطي هالمشاكل، هي بيغطي من باب التسييرية. التسييرية لو وقفتها أنت شو بتوقف عليهم مصاريف الكادر العام؟ التسييرية بغياب الحوكمة هي أحد أبواب الفساد، نحن عارفينها. يعني عندنا سيارات زي ما كنا نحكي يمشوا في تنمية وبعضها يمشي تسييرية. الإشكالية التسييرية الوحيدة أن فيه بعض المرتبات تمشي عن طريق ميزانية تسييرية، فلذلك عليهم دراسة الصدمة ونتائج تأثير التخفيض هذا الباب على الناس اللي هي تأخذ في مرتبات من باب التسييرية. في اللي يقول لك، في اللي يقول لك أنا لا أعتقد أن باب التسييرية حيقدر يمتص الأزمة، هي ما هوش باب كبير ويمتصها. في اللي يسأل يقول لك الدعم هل حينمس في هذاك الوقت؟ الدعم محتاج تخطيط، انت ما تقدرش تجي تسحب الدعم بين يوم وليله. احنا مفروض لينا 20 سنه نتكلم عليه، كان مفروض من هذاك الوقت. هل في الحاله هي حيجبر المسؤول ان مش يدير حل في ملف الدعم، ان يصلح بطريقه خاطئه وضايع للوقت بعد فوات الاوان؟ ردة فعل، ممكن ردة فعل. مشكلة الدعم أنك أنت لما تأخذها وتوقف الدعم فجأة حيؤدي لتضخم. فقر طبعا. فقر وتضخم، لأنك أنت عندك لو كان تشيله مش تبدله، فقر شديد. لو كان تشيله لو كان تشيله. وهنا هذا السيناريو نحكي عليه، إحنا شلان مش استبدال. لو كان صار المشكلة أن الأسعار حترتفع بشكل خيالي حتى هو، وحيؤدي لانخفاض القوة الشرائية للدينار الليبي بشكل أو بآخر، سواء بتخفيض قيمته أو بتخفيض. ولكن في نفس الوقت باب الدعم حيقل، لأن سعر برميل النفط حيقل، لأن مترابطين في نفس الوقت، بس مش بالشكل الكبير هذا. يعني نحن باب الدعم 3 سنت تكلفة نبيعه فيه، 3 سنت وتكلفة الإنتاج في حدود الدولار تو، لو زيد عليها بعض التكاليف وشحن وما إلى ذلك، خاصة أن أغلب استخدامنا يأتي من الخارج مش من المصافي اللي في ليبيا. حتى المصافي الليبية 73 سنت، يعني فذاك الوقت كانت 72، يعني احنا اغلى، يعني ما زلنا تكلفه الانتاج عنا عاليه. الاشكاليه يا احمد ان ما تقدرش، هي الصدمه، هو باب الدعم هذا من احد ابواب الهدر المال العام، اوكي، ومحتاج معالجه باسرع وقت ممكن، واعاده توجيه الاموال المخصصه للدعم للدعم المالي مباشره للمواطنين، وفي نفس الوقت استخدام جزء منه لاعاده تهليل المواطنين وبناء فرص عمل تستقطب الناس خارج المنظومه العمل العامه. بس هذا يحتاج فكرة أن ننتقل من دعم عيني لدعم مالي، هذه ما هي مفروغ منها، وعارفين أن جميع دول العالم انتقلت لها، حتى آخر يعني التجارب كانت تجارب السعودية وما إلى ذلك. الفكرة الآن هل سيتم استبدال قيمته كاملة وتغطية الأموال مباشرة لجميع المواطنين؟ هل هذا عدل في التوزيع؟ لأن بعض المواطنين مليارديرات ومليونيرات، هل يستحق أنه هو يستلم ولا لا؟ ممكن نقول مراحل متوسط ومراحل طويلة، بس الفكرة الأساسية هي تخطيط الآن يؤدي ل كيفية توزيع مخصصات الدعم الآن لإعادة تأهيل المواطنين، وفي نفس الوقت من رفع من القوة الشرائية للمواطنين وتحسين الوضع العام. في سيناريو آخر غير السيناريو اللي ذكرته هذا في حالة نزول سعر برميل النفط ل$50 عندنا؟ العملة، تغيير قيمة العملة، كل شيء يقعد زي ما هو، بس حيزيد التكاليف، لأنه حيزيد تكاليف، أنت لما تنقص قيمة الدينار حتزيد تكلفة باب الدعم. عدم وجود الديمومة هي ونزول سعر البرميل
حيأثر مباشرة في عملتنا دينارنا المحلي؟ أكيد. أنت طبعا ديما تحكي يا أحمد على قيمة الدينار الليبي مقارنة بقيمة الدينار التونسي أو ما إلى ذلك. الموضوع في قيمة الدينار ليس بشرط هو مبني على قوة الاقتصاد نفسه، أو هو مبني على أو دخل الدولة بشكل عام، هو مبني على الملاءة والاستدامة المالية. نحن مصاريفنا أغلبها بالدولار، ما عندناش إنتاجية داخلية، أو أغلب الإنتاجية الداخلية مبنية على ومعتمدة على مواد خام من الخارج، فحتى لما نصنعه داخليا نستورد في اغلب الموارد المواد الخام. فهذه محتاجه عمل بين السياسات النقديه والسياسات الماليه والسياسات التجاريه. السياسات النقديه لن تحل هذه المشاكل، حتحل جزء منها كرده فعل، بس هذه حتؤدي لمشاكل اخرى. فنحن نعاود نقول ونخلق مشاكل وبعدين نحاول نلقوا لها حل. فمفروض من الان يبدا التخطيط لسيناريوهات لمعدل. نحن في مجال الاستثمار في حاجه اسمها في صيرفه نقولها ستريس تيستين، انك انت كيف تدير عبء على منظومه معينه باش تشوف نتائج هذا العبء، سواء كان انك انت تتوقع انهيار كامل للعمله، شنو يصير في الحاله هذه؟ هذه مفروض الدوله وزاره الماليه وزاره التخطيط وزاره الاقتصاد ووزاره النفط في نفس الوقت يدرسوا السيناريوهات المتاحه وما هي الحلول المتاحه لاتخاذ قرارات الان. لانك انت تاجيل اتخاذ القرار ماهوش هذا هو نفس اتخاذ قرار. هو احنا معناتها واضح وين الطريق اللي ماشيين فيها وين بتودينا، هذا واضح جدا، لكن احنا ما استخدمناش حتى الاساليب الابتدائيه. ان احنا ما عندناش مسوده قانون للميزانيه، ما عندناش ميزانيه، ما عندناش تقدير لميزانيتنا على اي شيء يستندوا عليه، اللي هو على 60 دولار 70 دولار 80 دولار لبرميل النفط، هذا كله مش موجود. طيب حنزيد عبء آخر وبنوري إن قداش اللي قاعد تتكلم فيه سيد مندر بعيد جدا عن الحقيقة. أنت قاعد تقول مفروض ندرسه ونحقه ونديره، وعندك زوز أجسام في ليبيا يصرفوا مش جسم واحد، هذا كيف يقدر يزيد الأعباء على الاستدامة المالية للدولة الليبية؟ هذا لو حسبنا مرتباتهم بس يكفي أنه هو يسبب في فجوة ومصاريفهم وما إلى ذلك. الانقسام السياسي يؤدي لفقدان الثقة من المستثمرين، يؤدي للفساد، يؤدي لإهدار المال العام، يؤدي لعدة أشياء. فهذه حلها ضروري، ونحن عودنا أكثر من مرة الحل أن الرجوع لصناديق الاقتراع حتى بدون وجود مسودة دستور حاليا، والاتفاق على خطة الطريق أن توصلنا لمراحل معينة بعدها نتخذ قراراتنا، سواء الناس قررت أو أرجعوا للشعب، سواء الناس قررت ترجع الملكية تبي ترجع لأي منظومة يبوها، الناس ضروري تتخذ قرار مؤقت لحد الوصول لقرار نهائي مع الوقت. لكن استمرار الوضع لما هو عليه هذا إهدار عام، لأنه ما فيش حد يحب محاسبته. عندنا مسؤولين يجوا الناس اليوم يشوفوا فيك، لا ما فيش حد ينزعج وضع كلام حتى للمشاهدين، فيش حتى واحد ينزعج لما يشوف كوبري ولا يشوف طريق ولا يشوف عمارة مزوقة ولا جردينة، هذا كله مظاهر مبهجة لنا احنا. هل المباني اللي تصير، عملية الإعمار اللي تصير شرقا وغربا مراعية الاستدامة المالية ولا على حساب الدينار الليبي والمواطن الليبي قاعد يصير؟ ما هيش مفاضلة، ما تقدرش تفاضل بينها، لأن المواطن لما تقول له انت فاضل بين انك انت المواطن يقول لك خلي يبنوا خير ما ينسرقوا، ولا والمواطن يقول لك انا بلاد نظيفه نوض الصبح ونشوف نقدر نسوق في الشارع بدل الكناسه واخذ نص الشارع. هذا يعني من ناحيه نفسيه من جميع النواحي هذه اشياء مهمه وضروريه. تكلفتها والحوكمه في كيفيه الوصول لهذه العقود وكيفيه الوصول، هذه المهمه بالنسبه لنا. انك انت تبني شيء يكلف دينار وتبنيه ب 10 دينار، يعني هذا هو الموجود اللي ويضيع في فرص ان تدير، بدل ما تدير جسر تدير 10 جسور. لكن وتوظف ناس في قطاع خاص وفي شركات وتفتح فرص لكن نرجع ان البنيه التحتيه مهما كان فيها حاليا ضروري من العمل عليها، لان البنيه التحتيه تؤدي لتحسين الخدمات، تؤدي للانتاجيه، تؤدي لزياده الناتج العام. لان انت مثلا طريق بنغازي الكفرة وجدابية الكفرة لو يتموها حاليا، بدل ما انت الدورة متاعك تاخذ منك يومين تاخذ منك 6 ساعات، هذه نتيجتها انك انت حتقدر تدير اكثر من طريق، وحتى يعني الاشياء هذه ضروري ناخذها في الحسبان في نتائج ايجابية لها. فلذلك ما هيش مفاضل اني انا استدامه ماليه على حساب اني انا عايش في بلاد طريق مكسره ما فيهاش تنميه ما فيش شيء. فمحتاجينها ومحتاجين الخروج من
الصراع المسلح للصراع في الأداء. يعني تو نشوفه بغض النظر على تقييمنا للأداء من الجهتين، في تنافس بين الجهتين لكيف للخروج بمشاريع وإظهار أن أنا اللي نبني، أنا اللي ننتج. لكن تنافس غير منطقي، يعني تنافس مش بدون بجت، بدون ميزانية، بدون سقف. خلينا نقول هذه أشياء، هذه مشاكل متفقين عليها. فلذلك ما نقدروش ننجزه، وزي ما قلت لك احنا نستعجل مرات، احنا متوقعين ان نطلعوا من منظومه اشتراكيه مبنيه على شخص الواحد لمنظومه ديمقراطيه وكل شيء مقبول في غضون سنتين ثلاثه. هذا كان نايفت، يعني كان في نوع من عدم الواقعيه. عرفت احنا قاعدين نمر في مراحل زي دول العالم كلها، عرفت الاشكاليه تو هل المراحل هذه حتؤدي لمستقبل مشرق وفيه لاهدافنا، ولا حتؤدي لمستقبل او العوده لنقطه الصفر وما الى ذلك. فلذلك تركيزنا يكون على كيفيه استخدام الوضع الحالي لتحسين الوضع وفي نفس الوقت للوصول لاهداف طويله المدى. يعني مش حنقدر احنا ننتقل من منظومه فاسده 100% ولا اللي صار في العشر سنوات الفاتن هل منظومة منتجة. يعني في اللي يقول لك ان خلينا نقعد على الموضوع النقدي تو، رغم احتياطياتنا ورغم الاموال اللي يملكها المركزي اللي اخذها من النظام السابق وما الى ذلك، ما كانش في استقرار للعملة الليبية ابدا، وكأن ما نملكوش احتياطيات بالمطلق. يعني من جنيه و40 ل 3.65 ل 3.80 ل 4.5 ل 6.22. انت تتكلم عن نسب مئويه كبيره في العمله. ما اعتقدش في دول هلبه زينا في العالم مرت بالضرب هواء السريع لعدم استقرار. كنا ننوض في ايامات نذكر فيها كان ينزل ويركب 75 قرش الدينار مقابل الدولار. مع هذا كان عندنا فلوس هلبه. يعني اللي يشبح يقول إذا كان حالنا هكي في أوضاع كنا نقدروا نكون مستقرين مستقرة فيهم عملتنا وكي، ما لكيف بيصير فينا وقت فعلا يكون نبو إدارة نقدية حكيمة هذاك الوقت. الاستقرار النقدي مبني على عدة عوامل. أنت المنظومة الليبية هي نفس المنظومة الليبية في غضون 50 سنة الماضية، الاعتماد الكامل على مصدر واحد للدخل. فأنت تدبدب دخلك مبني على المصدر هذا، ومصاريفك هي ثابتة والعلاج وما إلى ذلك. فلذلك أنك أنت وظائف المركزي هي الحفاظ على استقرار الاستقرار النقدي وفي نفس الوقت محافظة على التضخم وما إلى ذلك. بس أنت في لو كان الوضع عادي والمركزي عنده المجنبات الحالية والاحتياطات الحالية وشاف أن فيه مضاربة تدفع لارتفاع السعر مرات غير منطقي، نحن عارفين الوضع الحالي أغلبه مضاربة ما هوش نتائج طلب عادي على العملة، يقدر يتدخل في السوق عشان يدعم الدينار أو يسحب الدولار من السوق عشان يدعم الدولار، لأنه يبي يحافظ على سعر في متوازن. لكن في الظروف الاستثنائية اللي نحن فيها، تخيل ان المصرف المركزي بدا يدخل في اعاده توازن للدينار، كل مره يصير حركه ونتائج انه هو يستنزف في الاحتياطي وتجيب هبكه ثانيه ويسكر النفط لمده سنه او سنتين، شو بيصير لنا؟ هل عندنا استدامه؟ ما عندناش استدامه. انت استنزفتها للحفاظ على النقد وفي نفس الوقت النتائج المخاطر نتاعك عاليه في مصادر دخلك. طيب حنوجه لك سؤال، يعني كانت تصير هلبة أشياء غير مبررة نقدية، ما بيش نخلي كل شيء على مصرف ليبيا المركزي، لكن مثلا على سبيل المثال شو اللي صار في خلال شهر اللي خلى المصرف ليبيا المركزي يحول يزيد السقف من 4000 دولار للأشخاص لأغراض شخصية ل 10000؟ شو اللي خلاه يغير لنص مليون عند يعني في أفعال مش مفروض تندار في وقت وتندار، وفي افعال مفروض تندار في وقت وما تندارش. خلينا ناخذ فاصل قصير اعزائي المشاهدين ونرجع من جديد. اهلا وسهلا بكم من جديد اعزائي المشاهدين، ورحب بكم ورحب بالسيد الشحومي مره اخرى. سيد الشحومي، اذا كان نطلب منك نقاط تعطيها لي مفروض تديرها الدولة الليبية اليوم باش نقدروا نواجهوا اليوم اللي متأكدين منه حيجي لو كان نزل سعر برميل النفط حتى ل 60 دولار مش حتى 50 دولار،
شنو الأشياء اللي مفروض نديروها في نقاط واضحة؟ أول نقاط هي القطاع المالي. تنظيم القطاع المالي سواء تعزيز الاستقرار النقدي عن طريق السلطات النقدية وتنويع مصادر الدخل. هذه أول شيء واضحة ما مش محتاجة له. ترشيد الإنفاق. ترشيد الإنفاق مش هيصير بين يوم وليلة، على الحكومة تعزيز الشفافية وإدارة وتعزيز الشفافية في إدارة الموارد الدولة ومكافحة الفساد. بدون هنا حنقعد نبرم في مكاننا، واللي نديروا له ادخار من جهة حيتم استنزافه من ناحية أخرى. تنويع الاقتصاد نفسه، كيفية تطوير القطاعات، وضع استراتيجيات ما هي القطاعات اللي ممكن ليبيا تلعب فيها دور. نحن لو رجعنا لأمثلة وتشجيع القطاع الخاص في نفس الوقت، أي اقتصاد لا يمثل القطاع الخاص فيه 50% من الناتج المحلي يعتبر اقتصاد ريعي ومبني على مصدر دخل واحد. فعلينا النظر في كيفية عمل جميع مؤسسات الدولة سواء المؤسسات التجارية والمالية والنقدية لوضع تصور وكيفية دعم هذه القطاعات لبناء المنظومة، سواء كانت التقنية، سواء كانت تجارة العبور، سواء كانت الطيران، سواء كانت السياحة، ما هو ووضع الدراسات طيب اللي فهمت منك كل النقاط اللي عددتهم، في مزال نقطة ثانية ولا خلاص؟ عندك تعليم وتدريب. هذا يعني لونج تيرم، ومش ما فيش استدامة مالية بدون تخطيط طويل المدى. وعندك البنية التحتية، البنية التحتية سواء من الكهرباء، احنا من بدري حكينا في موضوع الطاقة المتجددة وكيفية الاستفادة من التقنيات الحديثة، مثلا الشباب اللي يديروا في تعديل العملات المشفرة، سواء الخبرات المالية، كيفية وضع منظومات تسمح لهم بالاستفادة من مصادر هذه بدون وضع ضغط على مثلا شبكة الكهرباء وما إلى ذلك. اللي سمعته منك كله هو عكس بالضبط، مش هو عكس تماما اللي قاعد يصير. الدولة قاعدة تدير في دجاج ومش عارف إيش، وقاعدة تدير في يعني السيد عبد الحميد طلع قال تكلم عليه أن المصانع في ليبيا فاشلات الحكوميات، وما تكلمش على الشركة اللي يديرها هو العامة، حتى هي كانت ولا زالت فاشلة. منطقة الشرقية يفتحوا في كبولونيات الدجاج وبقر حشاك وكذا، فيعني جيش خاش في الدجاج، وهذايا حكومة رئيس حكومة عندها شركة تطوير عقاري. وين القطاع الخاص؟ وين يقدر يخش وكيف يقدر ينافس هل دولة؟ يعني افرض واحد عنده مصنع دواجن، هذا بينافس معناها دولة، كيف بيقدر ينافس حاليا؟ الدولة تحارب في القطاع الخاص. هي طبعا السياسيين مش هنعلق على كلام السياسيين، لان غالبا السياسيين شعبويين يعني، فلذلك اللي يقولوه هذه ليها اسباب ثانيه. اما من ناحيه الواقع، المنافسه ماهيش مشكله في حد ذاتها، ان تكون في منافسه من ما نحبش نسميه القطاع الشركات عامه، لان هي زي ما قلت لك شركات العامه في المصطلح العالمي شركه مدرجه في اسواق المال، والشركه الخاصه أو حتى هي مش مدرجه ولكن عندها ميزان ارباح وخسائر. الشركه العامه مدرجه والشركه الخاصه غير مدرجه. الشركات المملوكه للقطاع العام هذه تصنيف ثاني. فان لو فيه منافسه شريفه وفي شفافيه على العقود وعلى التنفيذ من قبل الشركات المملوكه للقطاع العام والشركات الخاصه، فلذلك المنافسة حتكون إيجابية. وأنا حسب وجهة نظري عندنا في الاقتصاد شيء اسمه مشكلة الوكالة. مشكلة الوكالة تقول لك أنت إذا كنت إنسان لست مالك لرأس المال، فلذلك مصلحتك تأتي قبل مصلحة أي شيء آخر. فلما تكون مدير في شركة ومالكش مالك رأس المال وما فيش محاسب ورقيب عليك، والدولة اللي يراقب عليك ما هوش مالك لرأس المال وما إلى ذلك، حتكون نتائجك سيئة. صح. فالمنافسة لو كانت منافسة شريفة، أنا أتوقع أن أغلب شركات المملوكة للقطاع العام سيتم انهيارها، لأن مش هتقدر مش هتقدر تنافس. صح. لكن مشكلتنا أن محاربة القطاع الخاص بوضع شروط ووضع تعقيدات بدل ما مساعدة القطاع الخاص. أغلب دول العالم تحاول تحفز، تضع ضرائب على استيراد سلع انه يمكن تنتجها محليا لتحفيز الصناعات المحليه، تقوم بمساعده واعطاء الشركات مزايا للانتاج للتنافس دوليا. انا بنعطيك مثال وما بيش نطول فيه. في بدايه الستينات وفي الخمسينات امريكا كانت متقدمه تقنيا في صناعات اشباه الموصلات. واليابان كانت كيف طالعه من الحرب العالميه الثانيه منهزمه تحت الاداره الامريكيه. الامريكان اتخذوا قرار ان يدمجوا اليابان تحت ادارتهم لضمان عدم ذهاب اليابان لروسيا والصين اللي هم الاعداء بعد الحرب العالميه.
فاستخدموا اليابان كرجل مبيعات لأشباه الموصلات. اليابانيين استطاعوا من الاستفادة من التقنية الأمريكية والقدرة على إنتاج أشباه الموصلات بطريقة أكثر جودة وأقل سعر من الأمريكان. صارت في خلاف كبير يعني وصلت للبنتاغون. في تو تايوان تشتغل عندها. هذه بعدها جت بعد تايوان لأن الأمريكان قرروا أنه بدل يكون اعتمادهم ما قدروش ينافسوا اليابان وقالوا أن اليابان منافسة غير شريفة لأن الدولة تدعم في شركات لمساعدتهم على الإنتاج وتضع في مزايا معينة والياباني قال له أنت نفسك تدير في نفس الشيء بس ما تسميش في تحفيز ودعم، وزارة الدفاع تعطي فيك ميزانية للبحوث وأنت تستخدم في الميزانية هذه للمنافسة، فلذلك كل دولة تساعد في شركاتها للمنافسة دوليا. بعدين الأمريكان طبعا قرروا مش حيقدروا ينافسوا اليابانيين فساعدوا الكوريين وساعدوا تايوان على أساس أن هم يصبح عندهم أكثر مصدر مصدر لأشباه الموصلات لأن من ناحية الاستراتيجية. بينما في ليبيا أولا يعني في علاجنا في طرقنا في يعني حتى الطرق الأسفلت للأسف أبسط شيء يقدر يندار يجي يقولوا لهم اولا الناس لما تشوف تكليف مباشر تحسبها انه قطاع خاص ليبي هو قطاع مجرم تكليف مباشر، والشيء الاخر الثاني والاهم انه ما فيش عطاء عام بالتالي السعر اكبر والجوده لازم تكون جوده سيئه ما دام ما فيش قطاع عطاء. دعم القطاع الخاص الليبي لا يعني القبول بأداء سيء. دعم القطاع الخاص يكون بوضع محفزات للقطاع الخاص للمنافسة ووضع عقبات للقطاعات للشركات الأجنبية من منافسة القطاع الخاص الليبي. بس هذا يتطلب منك أنك أنت تكون على مسافة واحدة من جميع الشركات وتفتح نفس الفرصة لأغلب الشركات عشان يصير في تطوير. شركاتك مش حيتطورن لو كان ياخذ في العقد سواء كان خدمته جيده ولا غير جيده. هو حيحسن من جودته ويحسن من اسعاره لما يكون في منافسه بينه وبين شركات ليبيه اخرى محليا. اللي صاير تو ماهوش دعم للقطاع الخاص، يعني نحن بعض المرات يقول لك عاطين عقد لشركه جديده، يعني احنا مش حنديروا شركات بين يوم وليله، مش حنجيبوا شركات عندها خبره 30 40 سنه بين يوم وليله. بس هذا لا يعني مش مشكلة أنا عندي، أنت بس المشكلة وين في تقديم الملف؟ الرقابة. أنت أنا جيتك وقلت لك هذا كراسة المواصفات هذه المواصفات متاعي وهذا قدم أنت أسس أمس ما عنديش مشكلة. صح. أنت عندك رأس مال وعندك كل شيء، أنت لو ما سلمتليش المشروع حسب المواصفات اللي أنا بالرقم عليها مش حندفع لك، فأنا مانيش منضر لو قدمت الشروط الصحيحة وراقبتها بطريقة صحيحة. الفساد اللي صاير مأثر على القطاع الخاص، الفساد اللي صاير يخلق في قطاع خاص مبني على علاقات برجال أعمال، قطاع خاص فاسد هو نفسه. صحيح. فلذلك مع أن تشوه مع النشق قطاع خاص أن تشوه وعندنا بعض الشركات اللي تحاول تنافس في مجالات الشركات العامة ما عندها الشركات المدعومة بالقطاع العام ما عندهاش اهتمام بها وما إلى ذلك. كقطاع خاص هل يتعول عليه في هل الدولة تعتقد أن هي ماشية؟ أنا ما بيش نصرح بعيد ونقول تدعم القطاع الخاص اللي قاعدين ياخذوا في خدمه ما اليوم ونسمه حتى شغل ايضا بيك تحكي لي عليه اللي هو من خارج الميزانيه دائما تنقال الكلمه هي وبدون عطاءات عامه، هل يفيدوا هذوما الاقتصاد الوطني اللي بيزيدوا في نقل الخبره يديروا يساعدوا الاقتصاد ينعشوه ولا عباره عن باب فساد وخلاص؟ اي شركه تقوم بتوطين الخبره بغض النظر ساهم في الاقتصاد المحلي، في مجالات نحن الليبيين يعني سباقين فيهم والله. مرات الواحد لين ينحرج لما يجيني واحد مثلا اشتغلت انا سنتين ونص بين الخليج ويجيك واحد يقول لك والله ليبيا انتم محتاجين مساعدتي. يعني احنا الليبيين من اول المصرفيين في الوطن العربي الليبيين، اغلب المصارف اللي تؤسست في الدول العربيه مصارف ليبيه، شبكه البنوك الليبيه، من احنا مش محتاجين تعليم في المصارف. يعني مصارف معفنه اشكاليتنا في التنفيذ واشكاليتنا في طريقه الاداره، بس من ناحيه الخبره هي موجوده. افتح المجال ما عندكش اداره كيف بيكون عندك خبره يا سيد؟ اذا كان عندنا مصرفيين كويسين وين المصارف الكويسه اللي في ليبيا؟ المصارف ما هو انت ضروري المصارف لما يكون عندك قطاع مصرفي معتمد على مصادر دخل معينة حيقلل تركيزه على مصادر الدخل الأخرى اللي هي مفروض يتم تركيز عليها بس أرباحها مش مباشرة. شوف أنا ما بيش نجيب لك مثال على الخليج وأنت تعرفها خير مني، كلهم معتمدين على النفط، حتى كانوا معتمدين على النفط. لا يوجد بلد متخلف مصرفيا زي ليبيا. أنا كينيا وزيمبابوي ودول كنت نعتقد أنها دول سيئة ومتخلفة جدا راهو متفوقين علينا بعشرات السنين. صحيح.
احنا متخلفين. وين الخبرات اللي لقيتها؟ احنا يجونا يا سيد، وانت ممكن ما فتحتش معاك الموضوع، يجي قعمزلي يسمي روح انا موظف في الاي بي سي ولا ارابيفت ولا مش عارف شنو، هم كمشه يعني، مش اللي يسمع من برا يقول هادو يخدموا في مصارف خارجيه وما شاء الله وزيطه وزنبليطه، لكن في الحقيقه هم لا شيء. لا ما يعني فيش قطاع مصرفي كويس في ليبيا. عندنا القطاع المصرفي لما تنظر للخارج غير لما تنظر للداخل. طبعا لما نقيم اداء بنوك معينه علينا النظر في امور اخرى، يعني بعض البنوك الليبيه انفتحت في بلدان يعني كانت لا 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 سياسية. اسبانيا فيها فساد، ابو ظبي فيه فساد، كل حوكمة. انت تعرف هذه حوكمه، ماهيش هذه مشاكلها الحوكمه ومش مشاكلها في حد ما عندهاش حوكمه بيكون عنده خبره. سيد شو الخبره؟ هي مبنيه على معرفه ماذا تفعل، الحوكمه هي تجبرك على فعل الصحيح. عرف نحن الليبيين ممتازين في ايجاد حلول كرفي الفساد ولو نستخدموا نفس ذكائنا في ايجاد حلول للمشاكل الموضوعه حاليا، بس المنظومه يعني عند قانون المرتب. كيف تعتقد ان انسان يضع مصلحه العامه قبل مصلحته الشخصيه اذا كانت المصلحه العامه دائما في تضارب مع مصلحته الشخصيه؟ نحن اشتغلنا في بنوك دوليه نشوفوا تحويلات بالمليارات يوميا، هل متوقع مني انا نقبل مرتب ما يجيش يعني يلا يغطي لي مصاريفي اليوميه ومتوقعني ان انا نكون انسان شريف؟ يعني تعالي في امريكا، تعالي في بريطانيا، في جميع دول العالم، اذا ما تكافئش الانسان بس المكافاه ضروري تكون مربوطه بالانتاجيه وبالاداء، مش مرتب وخلاص. أوكي. لكن بتقولي لازم انتاجيه ومرتب، لان عندنا مرتبات احنا في ليبيا والله العظيم ما تحلموا بهم، انتوا في بريطانيا ما تحلموش بهم خارج ليبيا مرتبات هذه المشكله. هم شيء لا شيء للفساد، وانت مفروض من ناحيه الحوكمه. انا كنت نحكي انا واحد ان في بعض اللي حينتقلوا لي كان عندهم منظومه ان العضويات في الشركات التابعه لا يتم مكافاه الاعضاء مباشره، يتم مكافاه الاعضاء عن طريق مرتبهم بزياده نسبه معينه كل مره ياخذ عضويه، بس توصل لمرحله معينه حتى تاخذ عضويه مش حيغير لك في المرتب. فالميزه الفكره من هذه انك انت الهدف منها هي بناء القدرات انك انت تاخذ عضويه، بس مش معناها انك انت طمع في الفلوس نتاعها. قاعدين يدرسوا الانتقال للمنظومه نتاع ليبيا، فقلت لهم انا عدوا شوفوا نحن ايش درنا في البنوك نتاعنا، يعني البنوك يعني من ناحيه التنافسيه مفروض من عندهم مكان في اغلب دول العالم. شبكه البنوك نتاعنا راهو فيه واجدين مش عارفين، ما فيش قاره ما مسوهاش عندنا استراليا. بس حاجه كويسه ولا حاجه سيئه؟ هي حاجه كويسه لو استخدمت بطريقه صحيحه. حاجه سيئه جدا سيد، كثره الشركات الخارجيه وكثره المصارف برا. انا اقول لك انا واحده عليا بس لو كان مفتوحات المصارف الكافره الاجنبيه اين ارخص لنا تاجر نشتغل مع الليبيين؟ مصارف الليبيه اللي برا ولا نمشي نخدم مع مصرف اجنبي؟ شن دخل المصارف الليبيه؟ المصارف اللي برا ما لهاش علاقه بالمصارف الاسلاميه، مراسله. لا ما لهاش علاقه، البنوك المراسله تاخذ في فيز من التجار الليبيه اكثر من البنوك التجاريه الاجنبيه، 100% متاكد منه. عندك البنش ما هو انت عندك حاجتين، عندك متاكد، عندك المخاطر، هو تقييم المخاطر. انت لما بيدير لك التكلفه ماليش علاقه، ماليش علاقه، ما دخلنيش في متاهات سيد مندر. انا اللي بدي نرميها وحده زي اللي احمد بيقول ماليش علاقه. 2011 كانت مفتوحين كل المصارف قبلها، صح ولا لا؟ كنت انا اللي اختار اتش اس بي سي. احمد عندنا مصرف مراسل واحد، مصرف واحد عنده حق التسويه يتعامل مع ليبيا، راهو المخاطر تو هذا تو زمان لما كانوا مفتوحين وكانت في منافسه، انت كنت حر في المصرف المراسل اللي تبيه ولا لا؟ اي ارخص، المصارف الليبيه ولا المصارف الاجنبيه؟ تعتبر قريبه من بعضها، قريبه من بعضها، لكن انا ما نعرفش انها قريبه. انا متاكد ان المصارف الليبيه اكثر. زي اقول لك ثاني، زي الشركات التابعه للاستثمار الخارجي اللي تجيب للشركه العامه الكهرباء، ما فيش حد يقدر يزلبحهم زي ما نديروا احنا. الدوله التاجر في بعضها، عبد الحميد دبيبه لما يبني عمارات ما يبيعش فيهم لناس، لما يقدروش يشروه يقعد يبيع فيهم للدوله نفسها. برج بوليله من شراه؟ علي محمود من بناء. الدوله تشري وتبيع من بعضها. ما هذا التشوه اللي نحكوا عليه، نحن ما عندناش حوكمه، بس انت تو خشيت في استثمارات وصايره فما الى ذلك. لو انا جيتك يا احمد وقلت لك فلان يبي 1000 دينار، فلان سمعته كويسة ودخله كويس وملكهم كويس والبيتية وما إلى ذلك، وبيردهلك بعد أسبوع، تسلفه ولا لا؟ إيه.
ونجيك انا ملفي اسود ما عمريش رديت لي ولا واحد فلوسه. هل انت تو تحكم على البنوك انه واخذ انكشاف على ليبيا اللي عندها مليون مشكله وعندها يعني انت غير المشاكل اللي تطلع متوقع ان يقدم لك خدمه بدون هامش ربح اضافي؟ لا لا ما قلت شكي. البنوك اولا اللي جفلها هو تصرفات المصارف الليبيه، وضع سياسي وضع مالي اللي وضع مشكلة مركبة. أوكي أنا نعتقد أن هي بسبب تصرفات المركزي متاعنا ماشي. الحاجة الثانية أن هم كانوا مفتوحين هم والمصارف الأخرى. التاجر لو تسأل تقول له مصرف ليبي ولا مصرف أجنبي يقول لك لا مصرف أجنبي أقل في التعريفة متاعه. وهذا مش بس عند المصارف متاعنا، احنا اليوم مجبرين التجار أن هم يفتح بنوك مراسلة ليبية، لكن زمان لما كانت في كومبيتيشن وفي منافسة كانوا الأجانب أرخص وفي كل شيء هكي في كل شيء. سيد ما نقدروش بدون الرجوع للبيانات حاليا. تو أنت لو أنت ليبي حتى لو مفتوح عرفت في يعني تقدر تدير مراسلة مش شرط من ليبيا عن طريق البنك متاع عن طريق بنوك مثلا جي بي مورغان وما إلى ذلك، وأنت بتمشي في أي شيء ليه علاقة بليبيا حتى شركات ليبية تبع ليبيا برا يسكر لك طول. صحيح صحيح. الكمبلاينس والامتثال متاعهم يقول لك أنا يقول لك أنا بنصرف عليك هلبة مصاريفك أنت مش راجع لك وراجع لك الفواتير وراجع لك البنوك الليبية قاعدين يقدموا لك الخدمات هذه عادة لأن عارف أن ما فيش حل آخر وهي ضمن شبكة واحدة، فلذلك هي شوية من حنة وشوية رطابة اليد. عارف ضروري نكونوا منصفين ان الوضع الاستثنائي غير الحوكمه، خليني من الفساد، انا مش نحكي على الفساد ومش مبرر في الفساد، الفساد انا محتاج اي واحد يمسك في الفساد يحقق محاكمه كامله وعلنيه عشان الناس تعرف انا نحكي على الاداء الناس اللي قاعدين نحكم عليهم بس هم قاعدين ناس يخدموا بقلب ورب. نرجع مره ثانيه باش نقفل الحلقه. سيد منذر كيف تشوف امتى تشوف ان سعر برميل النفط حينزل؟ وهل حنقدر نتفادوا أن يكون عندنا مشكلة كبيرة في حالة نزول سعر برميل النفط أو لا؟ نحن في الاستثمارات ما فيش حاجة اسمها ما عندناش كرة سحرية ننظر للمستقبل. نحن نقوله في حالة صار هذا شنو المخاطر متاعي نحسبها، في حالة صار هذا شنو المخاطر. فلذلك عندنا في حالة نزل سعر برميل في فرضيات أن سعر النفط ينزل وفي فرضيات أن سعر النفط يوصل 400 دولار. جي بي مورغان طلعوا دراسة قالوا في لو يتم الاستثمار في القطاع النفطي سعر برميل النفط حيرقى 400 دولار. نحن محتاجين دراسة هذه المعطيات كلها وتجهيز نفسنا لكل سيناريو، لأن لو ما جهزناش نفسنا حنكون ردة فعل أكثر منها دراسة وخطوات مدروسة. فلذلك توقع أن سعر البرميل النفط ينزل 50 دولار السنة الجاية، وتوقع يرقى 150 دولار، وتوقع يقعد زي ما هو. فأنت ميزانية تجهيز النفس والانضباط والانتخابات هو لو كان ولا ب 400 ولا 150 ما فيش داعي نجهزوا نفسنا. لا نجهزوا نفسنا لان حينسرقن كلنا ما يقعد لك منا حاجه. صحيح. اشكركم جزيل الشكر اعزائي المشاهدين، نلتقي معكم الحلقه المقبله بنفس التوقيت في امان الله. شكرا جزيلا سيد